ريحتها كتير طيبة. امتى رح تخلص اخي؟ جيت. اعطيني هاي حبيبتي. تفضلي امل خانم. اخي خود وحده من الكفته تبعي. لا اخي اصلا انا شبعت من الريحه هاي، حطيتها بصحني لانها زياده. عن جد صدقوني اني شبعت، وهي زياده علي كمان. يلا قال شي حلمي لما اعطيته الاجار؟ اكيد بيكون سمعك كم كلمه. شو قال لك عمر؟ صدقني الزلم يتغير مليون درجة أول ما شاف المصاري، كأنه كان عم يدور على سبب ليقلعنا من البيت. ممتاز، وهلأ معنا شهر ما فيه يعمل شي. حلو. آسيا زاد شي من المصاري؟ أخي اشتريت نص كيلو لحمة وعبيت بطاقات الباص للكل وضل معي 90 ليرة. ايه منيح حبيبتي. أخي ميليسا عم تتصل. طبعا ما بدها تحكي معنا، بدها اياك. رد عليها اخي. يلا الو. مرحبا حبيبي، انا انستك ميليسا. انت جاهز لبروفة الامتحان؟ جاهز. ايه كتير منيح، معناها انا طالعة فورا، بدي 20 دقيقة وبكون عندك. تمام، لا تطولي. مسافة الطريق. ميليسا رح تجي لهون، يعني اتصلت لتشوف إذا نحنا كنا فاضيين. ميليسا رح تجي لهون وبهذا الوقت؟ ايه رح ندرس مع بعض. تدرسوا؟ الحقيقة أنا ما خبرتكم بهالشي، أنا وميليسا عم ندرس مشان امتحان.